الأخ الرئيس حفظك الله، الأخ الرئيس حفظك الله، نحن سنحتفل والأخونا بدون كهرباء، وسنحتفل ولو عندهم مياه، وسنحتفل ولو عندهم بدون طرقات، وسنحتفل ولو نحن بدون أي مشروع أقامته الدولة منذ أن دخلنا هذا المكان. مجمع حكومي لسنوات وأنا أطالب به، وقد وعدوا ثم وعدوا ثم وعدوا، مجمع حكومي يحفظ كرامة مطلع العموم ويحفظ كرامة موظفي الدولة لم نحصل عليه إلى الآن. مجمع حكومي يخرجنا من أن نكون في الدكاكين، هناك مكاتب في الدكاكين، فخامة الرئيس دكاكين، نحن في الدكاكين، مكاتبك في الدكاكين، وعلى من قبل سأكون في دكان، فيتم أم أبيتم. رئيس الحكومة أكثر من مرة وأنا أصل إليك بأوراقي من أجل المجمع الحكومي، من أجل المستشفى العام في الخوخة، من أجل تطوير مستشفى حيس، لا نجد إلا العذور الأحذار، لا نجد إلا الوعود. تبا لها، تبا لها من الحكومة، وتبا لها من منصب أعتنيه الآن. أبناءنا يدرك تحت الأشجار وتحت الخيم، ونحن نتضرع جوعا ونزداد جهلا. والله لن يكون، والله لن يكون، لو يكون هذا آخر يوم في حياتي لن يكون. سندرس وندرس ونتعلم، وسندحر هذا العدو، وسنكسر الحصار. نحن في حصار، نحن محاصرون من الصديق والعدو، نحن في حصار من الصديق والعدو. الصديق يمنعنا من التقدم، والعدو يحاصر من كل جهة. إلى الآن لم يصل وزير عندي، إلى الآن لم يصل وكيل عندي. جبنا، وأقولها بملء فمي، جبنا. هناك وزراء لا يعرفون أن الخوخة محررة وحيس محررة، يعاملون إننا غير محررين، ويعامل جميعنا نازحين. مرتباتنا موقفة، مدرسون يدرسون تحت الأشجار بدون مرتب، درساتنا متطوعات، والرسميات لا يستلمون مرتبات. قهر وأي قهر، بؤس وأي بؤس، سنقلبه إن شاء الله انتصار، وسنقلبه إن شاء الله سعادة. وأوعدكم إذا أحياني الله واستمريت ولو فترة قصيرة إلا أحفظ على كرامتكم، وأجعل الدولة تجري بعدنا هي، لن أجري بعدها بعد اليوم، لن أجري بعدها.